اوكي تمام، شايفين كده السكرين؟ الصورة باينة عندكم كلكم كده؟ لو في حد بس يأكد معايا إن الإيه السكرين باينة عشان نبتدي على طول. اوكي تمام. اوكي تمام. النهارده يعني على المفروض هنتكلم عن ازاي تعمل ريبورت عن الشغل بتاعك جوه المجال في الماركتنج نفسه، سواء لو كان الريبورت ده لشغل الامبلمنتيشن بتاعك على السوشيال ميديا، او حتى على شغلك بره السوشيال ميديا، او ايا كان الريبورت اللي بيطلب منك. ساعات كده في ناس يطلب منها ريبورت وبعد كده يلاقي نفسه مش عارف، طب انا اقدم الريبورت ده عن ايه، او انا المفروض اقدم التقرير ده عن ايه بالظبط، انا المفروض عايز اعمل تقرير، طب التقرير ده هيكون عبارة عن ايه، اكتب فيه ايه. طيب ولنفترض مثلا ان انا محتاج اطلع تقرير عن عن الشغل مثلا بتاعي بتاع اخر شهر، او الشغل مثلا بتاعي في اخر اسبوع، او مثلا عن كامبين انا عملتها، او مثلا عن شغل مثلا جه حد هيشتغل معايا وبديله ريبورت عن الفترة اللي فاتت، او مثلا لو انا جالي مدير جديد وطلب مني ريبورت حاجة معينة. تمام، فلازم ان انا اكون عارف ازاي اعمل الريبورت ده، والمفروض تفاصيل الريبورت نفسها هتبقى ايه. يعني انا لما اجي اعمل ريبورت المفروض التفاصيل بتاعته تبقى ايه، وايه الحاجات اللي ينفع ليها اصلا ريبورت، وفي حاجات اصلا ما ينفعش ليها ريبورت، يعني في حاجات ما ينفعش ليها ريبورت. طيب خلينا كده نبتدي من الاول خالص، او نبتدي كده من موضوع التقرير اصلا. يعني ايه تقرير، او الريبورت يعني ايه ريبورت؟ خلينا نقول كده ان الريبورت هو البيبر اللي معاك او الفايل اللي معاك اللي بالدوكمنت فيه اي كلام محتاج يكون وثيقة متعرف عليها او تفهم منها تحليلات الفترة اللي فاتت او تحليلات الفترة اللي جاية، او مثلا عن فترة انت محتاج ان انت تعرف الفترة دي ايه اللي حصل فيها. ولنفترض ان انت مدير جوه شركة، تمام، والمفروض ان انت داخل جديد، فالمفروض ان انت تطلب منهم، محتاج ان انت تفهم الدنيا اللي فاتت فيها ايه، محتاج تفهم اللي حصل ايه في الفترة اللي فاتت، او انتوا بتعملوا ايه، او الشركة هنا شغالة على ايه بالظبط. فانت بتطلب منهم ريبورت عن الفترة اللي فاتت اخر 3 شهور، تمام، ايه اللي حصل فيهم. فيبقى مثلا ريبورت عن مصادر الماركتنج اللي بتشتغلوا منها، الريزلت اللي حصلت قبل كده والكي بي ايز بتاعتها، استراتيجية التسويق بتاعتكم، الشغل على السوشيال ميديا اناليسيس بتاعته عاملة ازاي، التفاصيل دي كلها. فانت الريبورت هو طريقة تفهم بيها كل الكيسز اللي حصلت قبل كده، او كل الفترة اللي حصلت، او البروجكت اللي حصل ما بينك ومثلا ما بين التيم بتاعك ايه اللي حصل فيه، او ايه اللي تم فيه. يعني يبقى هي وثيقه معرفيه انت بتعرف منها كل اللي حصل، سواء لفتره فاتت او عن معلومه معينه بتدور عليها، تمام، او لارشفه فتره زمنيه. يعني ايه ارشفه فتره زمنيه؟ يعني انا عندي فتره المفروض ان انا هارشف فيها كل اللي فات. يعني مثلا ساعات احنا بنعمل ايه، نقول والله احنا محتاجين ريبورت عن الشهر اللي فات. طب الريبورت ده ليه؟ علشان نبقى الحاجه دوكيومنتد عندنا، عاملين لها سيف، علشان لو جينا اخر الكوارتر ما ينفعش مثلا نقول احنا اشتغلنا على ايه في اول شهر بدأنا فيه، ونبتدي نقعد نفتكر ونبتدي نقول لا والله ده في حاجات عملناها، وفي حاجات حد تاني يقول لا من التيم انا ما عملتهاش، وتلاقي الدنيا مش محسوبه، مش هتقدر تحسب منها الريزلت، ومش هتقدر تفتكر. فالدوكيومنتد بيفرق معاك في الحاجات دي. طيب هل الريبورت ليه وثيقه متعارف عليها؟ يعني مثلا السؤال التاني هنا،
بنقول لو الريبورت اللي انا المفروض هطلعه مثلا للسوشيال ميديا اناليسيس، لو انا بعمل مثلا سوشيال ميديا اناليسيس حلو، وهطلع ريبورت عن السوشيال ميديا خلال الشهر اللي فات، يعني انا هطلع ريبورت عن الفتره اللي فاتت ايه اللي حصل فيها تمام على السوشيال ميديا، هل الريبورت اللي انا طلعته او اللي انا المفروض هطلعه هو نفس الريبورت اللي ممكن مثلا محمد يطلعه، اللي ممكن محمود يطلعه، اي حد تاني ممكن يطلعه؟ لا مش هو نفس الريبورت. يعني ممكن لو احنا اتكلمنا عن الريبورتس بتاعت السوشيال ميديا فهتلاقي فيه انواع كتير جدا مختلفة، هتلاقي فيه ريبورتس از السوشيال ميديا عن على الاكسل، وريبورتس تانية عن على الوورد، وناس تانية بتطلع الريبورتس سكرين شوتس وما الى ذلك. فهل في فايل محدد او طريقة معينة للشغل على الريبورت، او ان انا اعمل تقرير مثلا عن السوشيال ميديا ماركتنج، او عن مثلا الناس اللي اشتغلت معايا اخر فتره مثلا ايه التفاصيل بتاعتها وما الى ذلك؟ لا ما فيش حاجه في الجزء ده، او ما فيش حاجه ثابته. يعني ايه ما فيش حاجه ثابته؟ يعني انا ممكن اعمل ريبورت وانت كمان تعمل ريبورت، ونتلاقي الريبورت بتاعي احسن من الريبورت بتاعك، او انت الريبورت بتاعك اشمل واعم من الريبورت بتاعي. طب هنا بتعتمد على ايه القصه دي؟ بتعتمد على فهمك للجولز بتاعت الريبورت نفسه. يعني اول حاجه لما تيجي تعمل ريبورت، اول حاجه تفكر فيها ايه هي التفاصيل اللي انت محتاجها تظهر في الريبورت. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لو انا مديرك وانت جيت قلت لك والله انا محتاجك تعمل لي ريبورت عن الفتره اللي فاتت، تمام حاضر، وتروح عشان تعمل ريبورت انت مش عارف تعمل ايه، يعني انت مش عارف هتعمل ايه، يعني ايه اعمل ريبورت عن الفتره اللي فاتت؟ هل الريبورت ده هيكون عن السوشيال ميديا، ولا الريبورت ده هيكون عن شغل التيم اللي معايا او شغل انا، ولا الريبورت ده عن البودجت مثلا، ولا الريبورت ده عن ايه بالظبط؟ فاحنا لازم نكون لما تيجي تعمل ريبورت وتطلبه من حد لازم يكون سبيسيفيك جدا، تبقى انت محدد انت محتاج جولز ايه بالظبط تطلع من الريبورت ده. انا والله محتاج سوشيال ميديا اناليسز عشان اشوف الفتره الجايه هنشتغل على نفس الاستراتيجيه ولا لا. انا محتاج مثلا ريبورت عن الايميل ماركتنج الفتره اخر 3 شهور عشان اقيم جدوى شغلنا على البلاتفورم دي، واشوف احنا ناجحين فيها ولا مش ناجحين فيها. لا والله انا محتاج اعمل مثلا، او انا محتاج ريبورت مثلا عشان اقيس الكي بي ايز بتاعتي والتفاصيل بتاعتها. لازم يكون في جولز، لازم يكون في جولز. لو انت ممبر في تيم، او انت مثلا موجود مع تيم ومحتاج طلب منك تعمل ريبورت، لازم تكون فاهم الريبورت بالظبط. دي اول نقطة لازم تخلي بالك منها، تخلي بالك الجول بتاعت الريبورت تمام، وتكون فاهمها كويس جدا، الا هتلاقي نفسك بتضيع وقت وبتعمل ريبورت هو اصلا ملوش علاقه ومش هيفيد اللي طلبه، وهيبقى حاجه دوكيومنتد اتركنت في الدرج وخلاص، وضيعت وقت موجود على الفاضي. انت لازم تفهم الاوبجيكتيف ايه بالظبط. دي اول نقطه. تاني نقطه، لما تيجي تعمل ريبورت لازم يكون ليه ستارت ديت واند. يعني ايه؟ يعني لازم ان يكون الريبورت عن فترة زمنية معينة، ما ينفعش الريبورت يكون سايح على بعضه كده كله داخل في بعضه، انت مش عارف المفروض الريزلت اللي انت طلعتها دي طلعتها يوم كام، عن انهي فترة الريبورت اللي انت اشتغلت عليه ده من يوم كام ليوم كام، الريبورت ده المفروض ان انت شغال عليه هل هو الفترة الأخيرة ولا الكوارتر الأخير ولا الشهر الأخير ولا الأسبوع الأخير ولا إيه بالظبط؟ فأنت لازما عشان لما تيجي بعد كده السنة الجاية أو تيجي كمان فترة ولا نفترض شهر حتى، تبقى أنت فاهم أنت الريبورت ده عن أي فترة. خصوصا كمان في شغلنا على في الماركتنج بيبقى متعلق بريزلت اللي هي نتائجها متخيلة. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن مثلا النهاردة أعمل كامبين يعني ايا كانت بقى هي تراديشنال كامبين او اونلاين كامبين، وتيجي النهارده ليها نتائج وبكره ليها نتائج وبعده ليها نتائج ثالثه خالص، وكل يوم بنتيجه مختلفه تمام. ممكن يكون الاسبوع ده بنتيجه والاسبوع اللي بعديه بنتيجه، الشهر ده بنتيجه والشهر اللي بعديه بنتيجه. فانت لازم تكون فاهم كويس جدا جدا التاريخ بتاع
التقرير اللي انت اشتغلت عليه، التاريخ بتاع التقرير اللي انت اشتغلت عليه. لازم أن تكون فاهم التقرير ده من فترة ايه لفترة ايه، تمام؟ لازم تكون عارف الفترة اللي انت اشتغلت عليها دي ايه بالظبط، تمام؟ طيب الريبورتس اللي انت المفروض اشتغلت عليها وحطيت لها جولز، خلاص انت بقى المفروض ليها تفاصيل، يعني لازم يكون انت كاتب تفاصيل ومحدد بوينت للريبورت ده. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي محتاج اعرف الاوبجكتيف بتاعتي، ان انا اعرف البودجت اللي انا صرفتها الفتره اللي فاتت قد ايه. حلو. طيب حلو، الفتره اللي انت صرفت الفتره اللي فاتت الحاجات اللي انت صرفتها انت محتاج تعرفها، تمام؟ طيب المفروض بقى ان انا اعرف صرفت من يوم كام ليوم كام، تمام؟ طيب الاكشن بقى اللي بعد كده ايه؟ الاكشن اللي بعد كده ايه؟ لازم تكون عارف الاكشن اللي بعد كده ايه، وتعمل في اخر كل ريبورت ليك بشكل محدد السجست او الفيدباك عن الفتره اللي فاتت، السجست او الفيدباك عن الفتره اللي فاتت. يعني انت لما تيجي تعمل ريبورت لازم تكتب في الاخر رايك، تقول والله انا رايي او انا شايف ان الفتره دي المفروض كنا، او الفتره الجايه بناء على الريبورت والنتائج بتاعته المفروض كنا نعمل 1 2 3، او المفروض الفتره الجايه هنعمل والله الكلام ده، او الفتره الجايه المفروض ان احنا ناخد اكشن مختلف، مثلا نغير البلاتفورم دي ونبتدي نشتغل على بلاتفورمز مختلفه، ان احنا نعلي البادجت شويه، ان احنا نغير في طريقه الكونتنت بتاعتنا، وتبتدي تقول ترشيحاتك للريبورت اللي انت طلعته ده، تمام؟ طيب دي كده الحاجات الاساسيه اللي انت هتشتغل عليها جوه الريبورت. طيب الحاجه الرابعه بقى والاهم، وانت لما تيجي تعمل ريبورت لازم بتطلع له بوينت. يعني ايه بتطلع له بوينت؟ يعني وانت بتطلع خلاص انا عارف ان انا هشتغل على اناليسز ليه مثلا، ولنفترض تعالى نبتدي بالويب سايت ترافيك. انت دلوقتي لو هتشتغل على ويب سايت وخلاص الاوبجكتيف بتاعتك ان انت تعرف الاناليسز بتاعت اخر 3 شهور علشان تكرر الفتره الجايه الناس اللي شغاله على الويب سايت دي تكمل وهي محققه نجاحات، ولا الريت بتاعي قليل، تمام؟ دي ده كده الريبورت والاوبجكتيف بتاعته. طيب بعد ما خلاص حددت الريبورت والاوبجكتيف بتاعته، بعد كده المفروض قلنا هنحدد، المفروض ان انا احدد خلال اخر 3 شهور، المفروض خلال اخر 3 شهور. طيب خلال اخر 3 شهور دول خلاص حددناهم، اخر حاجه بقى هتعملها ايه؟ هتحدد البوينت اللي هتبني عليها التقرير، البوينت اللي هتبني عليها التقرير. يعني ايه؟ يعني البوينت اللي انت من خلالها هتشوف التقرير ده هينفع معاك ولا لا، يعني التقرير ده هتبنيه على اي اساس. يعني هنيجي دلوقتي والله في البوينت بتاعتي انا هحدد التوتال ترافيك، تمام؟ كبوينت اساسيه عشان اشوف دي حاجات من المعايير المهمه جدا بالنسبه لي في الويب سايت. طيب هحدد الجول بتاعتي وعدد الليدز قد ايه، تمام؟ هحدد البودجت اللي اشتغلت عليها، احدد الكوست بير ليد بتاعتي على كل على كل ليد صرفت كام، احدد الكوست عامل ازاي بتاعي، التفاصيل دي كلها، تمام؟ بوينت بتاعت الريبورت. فانت لازم تحدد البوينت بتاعت الريبورت بتاعك. طيب يعني مثلا لو انا مثلا عامل برضو ترافيك، او انا شغال على الجزء بتاع السوشيال ميديا، فانا لا والله انا محتاج افهم السوشيال ميديا اودينس بلاتفورم عندي قد ايه على كل بلاتفورم، تمام؟ ده التوتال بتاعي، او ده الجزء اللي انا هشتغل عليه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي المفروض هشتغل احدد الفيسبوك وتويتر وانستجرام عليهم اودينس كل شهر قد ايه. والله انا المفروض الفتره اللي فاتت كان عندي مثلا في شهر واحد 15,000، وبعد كده 15,300، يبقى انا في عندي تطور. حلو. طيب الفتره اللي بعدها 1400 او 15,400، خلاص يبقى انا الفتره الاولانيه من 1000 من 15,000 15,300 انا زاد عندي 300، يبقى الفتره دي كانت كويسه جدا. بعد كده الشهر الثاني للشهر الثالث من 15,300 15,400، فهنا الزياده 100، والفتره اللي قبلها الزياده كانت 300، فهنا يبقى انا فهمت حاجه، وصلت لمعلومه. فهي دي ميزه الريبورت، ان انت لازم تكون، يعني نحدد تاني الكلام ده، اول حاجه لازم تعرف الاوبجكتيف او الجول بتاعت الريبورت نفسه،
بعد كده تحدد الديت بتاعه الستارت والاند، التقرير ده من امتى لامتى، وتحدد ايه البوينت بتاعت الريبورت نفسه، البوينت بتاعته ايه بالظبط كبوينت اساسيه، وتفهم الريبورت بالظبط رايح فين، والاوبجكتيف بتاعته هتكون ايه، خلاص قلناها، وتبني على اساسها سجست او فيدباك على رايك في الريبورت او على الفتره اللي انت عملت على اساسها الريبورت. تمام، ده كده الجزء بتاع الريبورت بالتعريف بتاعه او البوينت اللي بيتبني على اساسها الريبورت نفسه، ايا كان بقى الريبورت ده. طبعا الكلام ده ان جنرال، يعني اي ريبورت انت شغال عليه، اي ريبورت انت شغال عليه لازم أن يكون بعد فيه الاربع بوينت دول، لازم أن يكون فيه الفور بوينتس دول، تكون انت فاهمهم بشكل كويس جدا وعارفهم وتبني على اساسهم اي ريبورت انت هتشتغل عليه. تمام، طيب تعالى بقى يعني نشوف كده، هل حد عنده اي مشكله في الجزء اللي فات بتاع تعريف الريبورت والديتيلز بتاعته، ولا نجوهم بقى في انواع الريبورتس بقى ونبتدي بقى نتعمق في الدنيا جوه بالظبط. لو حد عنده سؤال يبعته على الشات او يopen the mic ويسأل. يعني في حد عنده سؤال؟ خلينا نشوف كده في حد عنده سؤال ولا مفيش حد. تقريبا. طب الناس خلاص كده كله فاهم الدنيا، ما حدش عنده اي مشكله، يعني تبقى حاجه كويسه، يعني لو ما حد لو كله فاهم يبقى دي حاجه كويسه. او حد عنده مشكله في ريبورت معين في البوينت دي او في البوينتس اللي انا قلتها؟ اوكي كويس جدا. تمام. اوكي تمام. مروه ايه؟ انا شايف بشبه في ايوه عندي. طب اوكي تمام خلاص، انا تشبيه تبقى صح. تمام اوكي ماشي. حد عنده اي سؤال؟ خلاص تمام اوكي تمام. طيب تقريبا في سؤال جه على الشات نلحق نشوفه قبل ما نجوين في اللي بعد كده. ممكن شرح لريبورت العلم؟ بص احنا هنخش يا دينا في التفاصيل بتاعت كل ريبورت والتفاصيل دي كلها، وهنشوف دلوقتي الانواع الحاجات دي كلها يا سما برضو هنشوفها، انواع الريبورتس والكلام ده كله هن 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 هنشوف كل ده دلوقتي. تمام، يعني احنا دلوقتي هنشوف الكلام ده كله. بس كنا بنشوف بس الفتره او الكلام اللي قلناه قبل كده في مشكله. لا طيب دلوقتي انواع الريبورتس ايه بالظبط بشكل عام بقى، هنتكلم كده لو احنا بنتكلم عن الريبورتس بشكل عام او التقارير بشكل عام هي ايه. التقارير بشكل عام بتبقى بيزد على او بناء على اللي اتطلب منك، يعني انا دلوقتي في ستاندردز، حاجه ستاندرد للريبورت وفي حاجه اسمها ريبورت سبيشال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي ممكن اجي اقول لك والله انا محتاج ريبورت عن السوشيال ميديا، تمام، بلاتفورمز اللي فاتت والبودجت بتاعتها، صرفنا كام في اخر 3 شهور. تمام خلاص اوكي، ده كده حاجه معروفه، اي حد لازما بيعمل سوشيال ميديا ريبورت علشان يشغل الريبورت بتاعه. بس انا بقى ممكن حد تاني، مدير تاني او اي مانجر يبتدي يشتغل على مع تيم او حاجه، يبتدي يطلب منه ريبورتس ملهاش علاقه بالشغل اصلا بشكل عام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ممكن يجي يقول لك انا محتاج ريبورت يكون فيه التفاصيل بتاعت التيم عمل ايه الفتره اللي فاتت وحققته ايه بالظبط والدنيا دي كلها. طيب اوكي مفيش اي مشكله، ممكن اديك ريبورت عن الكلام ده كله، لكن لما انا اديك ريبورت عن الكلام ده، ده ريبورت خاص، ريبورت ملوش علاقه بالستاندر بتاع الريبورتس. يعني لما تيجي تطلب ريبورت عن سوشيال ميديا، تيجي تطلب ريبورت عن اودينس، عن الكلام ده كله اتس اوكي. انما بقى لو انت جيت طلبت ريبورت عن حاجه مفصله، زي مثلا احنا قعدنا في ميتنج، بعد الميتنج طب يا جماعه انا محتاج ريبورت عن الميتنج ده علشان نشوف الديسيشنز
اللي بتاخدت فيه والفولو اب بتاعها. حلو، ده ريبورت تمام، بس ده حاجه هتكون انت هتبنيها على ال على ال 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 هتبنيها على اساس اللي اتطلب منك. تمام، طيب ساعات مثلا يجي يقول لك والله انا محتاج ريبورت على كل البلاتفورمز بتاعتنا والريزلتس بتاعتها في اخر فتره. طب ده هيحصل ازاي؟ في حاجه بقى من الاثنين، يا اما هتعمل ريبورت عن كل البلاتفورم في حاجه اسمها ماركتنج ريبورت او داشبورد ريزلت، تمام، او ان انت بتشتغل على ان انت تجمع كل بلاتفورم لوحدها وتطلع منها اناليسز وتعمل منها فايل لوحده. تمام، في الحاله الاولانيه انت كده عملت ستاندرد ريبورت عادي جدا، حاجه ستاندرد معروفه، والبوينت الثانيه لا انت عملت حاجه سبيشال ريبورت، انت عملت ريبورت لوحده. طيب لما انا بقى اجي اعمل ريبورت المفروض ان هو خاص او ريبورت هو بناء على اللي حصل، باجي اعمله ازاي؟ اول حاجه بتحدد زي ما قلنا الحاجات اللي احنا قلناها من شويه، بتحدد الجولز الاهداف بتاعه الريبورت وبتبني البوينت اللي حصلت. يعني مثلا هتيجي مثلا في الريبورت بتاع الريبورت بتاع ال الميتنج هتقول والله الميتنج كان من يوم كذا الساعه من الساعه واحدة لحد الساعه 2 وحضر في اداره المشتريات واداره المخازن تمام واداره التسويق واداره المبيعات، وتناولنا مثلا موضوعات 1 2 3 تمام، وبناء عليه تم مثلا اقرار ان مثلا اداره المشتريات واداره المخازن هيكونوا تابعين لاداره واحده. تمام، ده ريبورت. حلو، ده ريبورت، بس ده ريبورت سبيشال مخصص عن ميتنج معين احنا حضرناه او عن حاجه معينه انترنال جوه الشركه او جوه البروجكت بتاعك او حتى ميتنج مثلا اكسترنال. تمام، ده نوع من انواع الريبورتس. طيب لو ريبورت اصلا هو ستاندر خلاص انت ممكن تشتغل على سوشيال ميديا ريبورت، خلاص هتلاقي فيه ريبورتس ستاندر بينزلها مواقع مختلفه او اي حد بيعمل لها كرييت وبتشتغل عليها عادي جدا. طيب لو انا عايز اعمل ريبورت في حاجات اساسيه، لو انت عايز تشتغل على جزء الريبورت وتطلع ريبورت بنفس مثلا الحاجات اللي انت بتشوفها دي او ريبورت يكون هو بشكل محدد يديك الاناليسز زي كده والكلام ده كله، الموضوع ابسط مما تتخيل. كل ما عليك ان انت تحدد البوينت اللي احنا قلناها تمام، وبعد البوينت دي بتشتغل على ان انت تكون فاهم في التولز بتاعت الريبورت، في التولز بتاعت الريبورت. يعني اول حاجه كده لازم تكون فاهم الاكسل والوورد والباوربوينت والحاجات دي كلها. لو انت فهمت الفايلز دي، عرفت ازاي تستخدم الاكسل وعرفت ازاي تستخدم الوورد وعرفت ازاي تستخدم الباوربوينت، فخلاص انت اوريدي الدنيا معاك، هتبقى تعرف تعمل ده. لان بشكل مبسط جدا انت بترص الارقام بتاعتك بيزد على البوينت. يعني احنا مثلا ونفترض ده الريبورت بتاع المونثلي ماركتنج ريبورت اللي احنا هنشتغل عليه. طيب احنا والله عندنا يا جماعه ريبورتس ايه بالظبط على السوشيال ميديا؟ والله احنا شغالين انستجرام وتويتر ولينكد ان. حلو جدا، طيب لينكد ان وتويتر وانستجرام حددنا البوينت بتاعتها، والله احنا عندنا. طب هو محتاجين الريبورت على ايه؟ لا والله احنا محتاجين الريبورت السنوي انيوال ريبورت. حلو جدا، خلاص هبتدي ارص بقيت بقى الشهور جون والفبراري ومارش وابريل وماي وبقيه المونثي عادي، المونثز عادي جدا زي ما انا برصها. حلو، بص انا كده بدات ابني الريبورت بيزد على ايه؟ انا الاوبجيكتيف بتاعتي ان انا اعمل اناليسيس للماركتنج بتاعي للشغل بتاعي في الفتره الاخيره تمام، وعلى مدار قد ايه؟ والله الريبورت هيكون على مدار اللاست يير او اخر الفتره بتاعت السنه اللي فاتت. حلو كده انا بنيت الريبورت، خلاص حطيت التايم بتاعي وببني البوينت، كده انا ببني البوينت ريبورت تمام، وفي الاخر هطلع ايه الريزلت بتاعي. خلاص طيب عايز بقى انا الريبورت ده يظهر بشكل كويس، خلاص والله الريبورت
بقى ظاهر بشكل كويس بالنسبه لي وبقى موجود هنا واشتغلت على انه يطلع بالشكل ده، لان انت خلاص بقيت فاهم زي ما قلنا، فاهم الاكسل وفاهم الوورد والتفاصيل دي كلها، وخلاص انت عارف الميت الريبورت بوينت بتاعتك وعارف الجولز بتاعتك، فخلاص انت معاك كل الحاجات اللي تقدر تخليك تعمل ريبورت. تمام، ده كده لو انت محتاج ان انت تكريت ريبورت. طيب تعالى كده بقى نشوف، او تعالى كده نعرف لو انا هشتغل على الريبورت ايه انواع الريبورت اللي انا ممكن اشتغل عليها. يعني انا دلوقتي لو شغال على مجال الماركتنج، تمام، انواع الريبورت الستاندرد اللي انا بشتغل عليها ايه؟ اول حاجه لازم بتشتغل عليها جزء الويب سايت، تمام، جزء الويب سايت. طب لو انت مثلا عندك ويب سايت زي امازون كده، حلو، عندك ويب سايت زي امازون او عندك اي ويب سايت انت محتاج تشتغل عليه، بيبقى ليه تولز معينه بتاناليسز الويب سايتس، تولز معينه بتاناليسز الويب سايت. زي ايه مثلا؟ انت مثلا عندك مثلا لو قلنا تولز، انت مثلا عندك لو انت عايز تريبورت الجزء بتاع الاي سي او، فانت عندك مثلا حاجه زي مثلا سيميلر ويب، بيبتدي ان هو يديك الاناليسيس بتاعه الويب سايت ويبتدي يديك التفاصيل بتاعته، فخلاص انت حددت انت محتاج ايه، فبدات تفهم الويب سايت بتاعك. تمام، طيب عندك مثلا، تعالوا نشوف مثلا الاكستنشن والتفاصيل بتاعت موز، تمام، ده برضو بيديك اناليسيس على الويب سايت وبيشتغل على الويب سايت بشكل كويس جدا. طيب هل بقى في اصلا ويب سايت بيديك اناليسيس عن الـ 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 او تول بتديك اناليسيس عن الويب سايت بشكل عام؟ في مثلا زي الويب سايت بتاع ورانك، اللي هو زي اللي احنا شايفينه هنا كده، بس هو هيفتح اهو، تمام، ده بيديك تفاصيل عن الاناليسيس بتاعت الويب سايت بكل التفاصيل بتاعتها. انت بقى عندك هنا خلاص انت فاهم انت محتاج ايه، تمام، انا محتاج اعمل اناليسيس للويب سايت، طب انا محتاج اعرف الاناليسيس دي ليه عشان اطور من الويب سايت، خلاص انا كده حددت، تمام، فانا ممكن استخدم تول زي كده، والله انا عندي التول دي والله مديهاني اناليسيس على الويب سايت وكل التفاصيل بتاعته، خلاص انت عرفت التول وتقدر تطلع على ده، وده كده الاناليسيس بتاعت الويب سايت وتقدر تستخدمه عادي جدا. خلاص انت اهم حاجه تفهم التولز، اهم حاجه تفهم التولز وتعرف انت تقدر تطلع ده ازاي. طب انا دلوقتي عندي حاجتين او عندي حالتين اقدر اطلع منها الاناليسيس بتاعت الويب سايت ده زي ما احنا شايفين، يا اما اخد ده سكرين شوت، تمام، وانا فاهم في الباوربوينت فاقدر اكستمايز ده، تمام، او ان انا اعمل داونلود للفايل، او ان انا اخد الارقام دي وابتدي احطها في شيت اكسل وتعمل لي داتا للويب سايت، والله اقول انا عندي التايتل تاج، تمام، هاخد بقى الجزء بتاع التايتل تاج كده، تمام، والله انا عندي التايتل تاج في مشكله، وابتدي مثلا اروح على الجزء بتاع الويب سايت، لو انا مثلا هشتغل في جزء تاني مثلا كده، تمام، واقول والله انا عندي خلاص التايتل تاج، تمام، هبتدي بقى ايه، احط البوينت بتاعت الريبورت بتاعي والتفاصيل بتاعته، تمام. طيب انت دلوقتي لو عندك جزء بتاع الويب سايت، تمام، ايه الحاجات اللي ممكن تشتغل عليها عشان تاناليسز الويب سايت، او ايه كل الريبورتس اللي انت ممكن تطلعها عن الويب سايت؟ انت اول حاجه لازم تشتغلها على جزء الويب سايت، اول حاجه لازم تشتغلها الترافيك، تمام، الترافيك بتاع الويب سايت بتاعك دي اهم حاجه، وده اللي كل حاجه بيدور عليها اي حد شغال على ويب سايت لازم بيدور على الترافيك، تمام، جاله كام عميل، في حد كام زار، الكلام ده كله، بعد كده البادجت اللي صرفتها، وتالت حاجه الجزء بتاع الكوست، تمام، انت عندك هنا جالك قد ايه، وانت الترافيك بتاعك حصل عندك قد ايه، وصرفت كوست قد ايه، تمام، دي التفاصيل بتاعت الويب سايت او الجزء بتاع الويب سايت، تمام. طيب
الجزء بقى بتاع السوشيال ميديا برضه بتدرس نفس الكلام، بتدرس الجزء بتاع الاودينس على حسب كل بلاتفورم، وعلى حسب نوع برضه الريبورت اللي اتطلب منك، الاوبجكتيف بتاعته ايه. يعني مفيش ستاندرد للريبورت، انت طلب منك ايه والبوينت بتاعته ايه. والله انا مطلوب مني الاناليسيس بتاعت البودجت، انا مطلوب مني ريبورت عن التفاصيل بتاعت التشانلز بتاعتنا والكونتنت بتاعنا، تمام. انا والله طلب مني على حسب انت بيطلب منك ايه، على حسب انت بيطلب منك ايه بالظبط، تمام. دي كلها حاجات لازم انت تخلي بالك منها وتبقى انت عارفها بشكل محدد، تبقى انت فاهم الحاجات اللي بتطلب منك تقدر تنفذها ازاي بالظبط، تمام، على حسب الداتا اللي انت شغال عليه. طيب الجزء بعد كده اللي انت ممكن تشتغل عليه برضو حاجات، ده كله بنتكلم في reports as a social media، reports as a social media بشكل محدد. زي انت هتشتغل على الجزء بتاع السوشيال ميديا، خلاص قلنا انت هتدرس الاودينس بتاعك والترافيك بتاعك لو انت شغال على الستيت بتاع السوشيال ميديا، وقلنا الجزء بتاع الويب سايت ترافيك. عندك بعد كده الجزء بتاع الايميل، انت لو انت ماشي شغاله ايميل فهي مش بتعتمد على الكونفرجن قد ما بتعتمد على عدد السبسكرايب او المتابعين بتوعك، تمام، وفي نفس الوقت صرفت قد ايه خلال الفتره اللي هي اشتغلت عليها، تمام. طيب عندك بعد كده الجزء بتاع الاكشن بوينتس بتاعتك، لازم ده اللي احنا كنا بنقوله، انت بتحط اكشن بوينتس او زي ما بتسميها او زي ما بتسميها الجزء بتاع السجست او الفيدباك والكلام ده كله. طيب الجزء بقى خلينا نقول مثلا كده الارقام دي زي ما دينا بتقول، الارقام دي بجيبها منين؟ الارقام دي بجيبها من الاناليسز بتاعه البلاتفورم نفسها. يعني لو انا شغال على فيسبوك ففيسبوك بيديني الاناليسز بتاعه البيج، لو انا شغال على ويب سايت ففي جوجل اناليتكس بيديني الارقام دي كلها، تمام. طيب لو انا مثلا شغال على تويتر ففي تويتر بيديني الاناليسز دي كلها. في برضو تولز مختلفه، زي مثلا لو احنا قلنا مثلا في فان بيج كارما، تمام، في فان بيج كارما لو انت شغال على السوشيال ميديا، تمام، فانت عندك فان بيج كارما بيديك التفاصيل كلها، تمام. خليني كده نخش، هتلاقي الكلام ده كله. في تولز بقى كتير، في سيم رش، تمام، ده بيدي برضو تفاصيل، ده الاكونت بتاع. خلينا كده نشيل الاجزاء دي علشان تقدروا ان انتوا تشتغلوا. ده اللوجو بتاعها، تمام. هتلاقوا فان بيج كارما، هتخش تعمل لوجن، هيديك كل الارقام عن كل البلاتفورم، سواء البلاتفورم بتاعتك او بتاعت الكومباتيتور بتوعك، تمام. هتلاقي التفاصيل دي كلها، تمام. طيب خلاص، ده الجزء بتاع الارقام نجيبها منين والكلام ده كله. وزي ما قلت لك عندك سيم رش، تمام، بيجيب لك برضو ارقام، ده سيم رش، تمام، عشان برضو الناس تبقى عارفة التول نفسها اسمها ايه، ده سيم رش، تمام، بتشتغل عليه بيجيب لك برضو الاناليسيز از سوشيال ميديا، وشغال الاي سي او، وشغال ادفرتايزنج، وشغال ويب سايت ترافيك وكل الديتيلز. سيم رش بصراحه من اهم التولز اللي بنشتغل عليها. طيب لو انت شغال على اليوتيوب بلاتفورم مهمه جدا، وال الاناليسز بتاعتها بتكون ليها ديفرنت واي كده بنمشي فيه، ف في اي كيو، تمام، في اي كيو ده برضو من التولز مهمه جدا جدا لتويتر، سوري لليوتيوب، تمام. في تولز برضو زي بصين، برضو حاجه برضو مهمه جدا، التولز دي يعملوا عليها لوجن وهتلاقوا نفسكم بتشتغلوا عليها بشكل كويس جدا. في التول برضو عشان ده كله تحت بند الارقام اللي بتتحط في الشيت دي مش بتكون موجوده فعليا، هي انت بتجيبها على حسب الاناليسيز بتاعتك، البلاتفورم بتاعتي غير بتاعتك غير بتاع غيرنا، ف
البلاتفورمز دي كلها بيكون ليها ارقام، فانت ممكن برضو keywords everywhere برضو من التولز الكويسه جدا اللي بتعمل اناليسز للبيج كونتنت للكيوردز بشكل مهم جدا، وبتكون بيزد على البلاتفورم بتاعتك. طيب الكلام ده كله الارقام سهل نجيبها، كل بلاتفورم ليها الاناليسز بتاعتها والتفصيله بتاعتها. تمام، ده بناء على السؤال بتاع مصادر الارقام نجيبها منين والكلام ده كله. تمام، طيب انواع الريبورتس قلناها برضو زي ما اتكلمنا فيها من شويه. تمام، واللي عنده برضو سؤال ممكن ناخده واحنا ماشيين كده في من على الشات. تمام، طيب الجزء برضو من الحاجات المهمه جدا از السوشيال ميديا، الجزء بتاع الانجيجمنت، الجزء بتاع الانجيجمنت. انت عندك لو شغال على السوشيال ميديا فانت يبقى عندك 3 objectives مهمين جدا انت بتشتغل عليهم، يا اما بتعمل awareness للبرودكتس بتاعتك، يا اما بتعمل engagement على البلاتفورمز بتاعتك، يا اما بتعمل increase sales. حلو، طيب انت دلوقتي عندك عايز تحسب الريتش، فانت بتحسب الريتش بتاعتك للسوشيال ميديا بتاعتك في الريبورت، بتحدد برضو هنا هنقول الفيسبوك وتويتر وانستجرام وبينترست ولينكدين، ولو طبعا جوجل ده كان زمان، على حسب طبعا البلاتفورم بتاعتك، وبتحس بتحسب التوتال ريتش والحاجات دي بتجيبها من الارقام بتاعت البلاتفورم نفسها. تمام، اهم حاجه يا جماعه في موضوع الريبورت، ايا كان الريبورت ايا كان اللي انت بتشتغل عليه، فانت اهم حاجه لازم تفهم لو عشان تعمل ريبورت كويس الاوبجكتيف بتاعت الريبورت والبوينت بتاعته وستارت تو اند من امتى لامتى. تمام، والبوينت بتاعت الريبورت. تمام، كده انت هتقدر تطلع ريبورت حتى لو ايه بالظبط. تمام، في طريقتين بنعمل فيهم الريبورتس، يا اما بنكتب على ورقه بالورقه والقلم، انا واحد من الناس بستخدم الطريقه دي عادي جدا. تمام، في ورقه وقلم بطلع الارقام بتاعتي من كل التولز المختلفه والكلام ده كله وبكتبها. تمام، وبعد كده ببتدي اعمل بيلدينج للبلاتفورم للشيت بتاع الريبورت، سواء هو اكسل او وورد او باوربوينت او ايا كان. تمام، ده الجزء بتاع السوشيال ميديا شانل، بتشتغل على الريت او بتشتغل على الشير. تمام، بتشتغل على الفولورز وبتشتغل على السوشيال ميديا لايكس والاناليسز الثانيه كلها، وبعد كده بتشتغل على التوب بوستس بير شانلز. تمام، وبعد ما تشتغل على الجزء بتاع الشانل بتكمل عادي بقى السوشيال ميديا شانل بتاعتك والتفاصيل بتاعتها. هنا بتحسب الجزء بتاع الانجيجمنت والويكلي ريبورت، بس حبيت اوري لكم الجزء بتاع الويكلي، ولو احنا شغالين يعني بير يير كامل او شغالين مونثلي كلها واحد، بس بيزد على ايه الكلام ده كله؟ على اللي مطلوب منك. انت مطلوب منك ايه؟ لا والله انا مطلوب منك تحسب لي الارقام، لا مطلوب منك مش عارف ايه، فانت على حسب اللي انت هتشتغله. طيب انت عندك بتحسب الكاستمر، لو انت عايز تحسب الكاستمر بتاعك بتحسب البلاتفورم. لو لاحظتوا كل الريبورتس از سوشيال ميديا او اونلاين ماركتنج هي بتحسب الوقت مع عامل البلاتفورم نفسها والارقام اللي انا حاططها. يعني انا عايز اعرف انا وصلت لكام كلاينت على السوشيال ميديا بتوعي، حلو جدا، لفتره قد ايه؟ لاخر 3 شهور. طب ايه البلاتفورم؟ سوشيال ميديا مثلا، عندي مثلا ايميل واورجانيك وسوشيال ميديا. فبتحط الجزء بتاع البلاتفورمز بتاعتك، والناحيه الثانيه بتحط التايم بتاعك الديت بتاعتك من ستارت تو اند، وبتنزل الريزلت بتاعك بس. ولو انت بتعرف تشتغل اكسل هتحط الكلام ده. تمام، طيب عندك برضو لو انت بتشتغل على حاجات سمبل البلاتفورمز او الريبورتز اقصد اللي بتشتغل عليها، في ريبورت سمبل. تمام، في ريبورت في ان ديتيلز. تمام، فانت في ريبورت ان ديتيلز ده بتحط فيه كل الديتيلز اللي انت بتشتغل عليها جوه البلاتفورم بتاعتك. تمام، والسيمبل بتحط عليه المين بوينت بتاعتك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عايز اعرف احنا وصلنا لقد ايه، عدد الجروث مثلا او التفاصيل بتاعت التشانلز بتاعتي البلاتفورمز بتاعتي. حلو، انا محتاج اعرف انا بشوف بزيد قد ايه. لو انا هعمل ريبورت سيمبل هكتب والله انا كل شهر
تمام. مثلا هنقول مثلا الدون تمام، والجروس بتاعي مثلا 0.4 حلو تمام. طيب لو انا مثلا بشتغل على ده كده سيمبل، انا خلاص قلت لك ان انا في خلال شهر واحد زدت 4%. طيب لو انا مثلا بشتغل على مش سيمبل، بشتغل على ريبورت بشكل عام، ايه اللي هيحصل؟ ابتدي اشتغل على الكلام ده تمام، واحط التفاصيل بتاعتي كلها، والله انا كل شهر قد ايه وبزيد بنسبه قد ايه والتفاصيل دي كلها تمام. طيب في ايه تاني؟ عندك مثلا انت ممكن تشتغل على ريبورت على وورد زي كده تمام، وتحط البوينت بتاعتك تمام. البوينت اللي انت بتشتغل عليها، والله انا عندي بوينت معينه ببتدي احطها وببتدي اشتغل عليها عادي جدا. وبرده ممكن تشتغل على حاجه زي الباوربوينت او البي بي تي تمام، بتحط التفاصيل بتاعتك، والله انا عندي انا بعت ايميل لكذا والترافيك بتاعه قد ايه والتفاصيل بتاعته تمام. طيب في مثلا سما بتقول ريبورت تحليل منافسين اونلاين شور ايه، انا مش فاهم الكلمه اللي بالعربي دي، مش عارف شو ايه الاراء الاساسيه للتقرير وشو التولز ممكن تساعدني بهيك. الكومبوننت يعني هحط لك ايه المكونات يعني الاساسيه للتقرير. اوكي هكتبها بالعربي معلش انت ايش. اوكي طيب المكونات الاساسيه لتحليل المنافسين هي الماركت شير بتاعهم تمام، هم قد ايه واخدين ماركت شير تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم يتعمل لهم سوات اناليسز تمام، عشان افهم نقاط الويكنس بتاعتهم والاوبورتيونيتي اللي اقدر استغلها والتفاصيل دي كلها، دي تاني نقطه. تالت نقطه بقى ودي الاهم اللي ساعات ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، البرودكت بتاعتهم ايه والاد فاليو اللي بيضيفوها، لان بيزد على البرودكت اللي بيشتغلوا عليها هي دي التفاصيل تمام. وفي نفس الوقت بقى انا في هنا حاجه مهمه جدا لازم بيتحدد عليها، الريبورت بتاع ايا كان الريبورت او حتى هل بتاع الكومبيتيتورز تمام. المفروض انا الهدف بتاعي ايه من تحليل المنافسين، يعني انا دلوقتي حضرتك المفروض عايز تعملي ريبورت تمام عن الكومباتر اناليسز او تشتغلي كومباتر اناليسز، الاوبجكتيف ايه؟ خلينا نمشي كده، لو خدنا الاكزامبل بتاع سما ده اللي هي عايز تعمل اناليسز او تطلع ريبورت عن الكومباتر اناليسز، حلو جدا. طيب هنا بقى في معايير كتير جدا تمام، وفي تفاصيل كتير جدا، الماركت شير بتاعهم، البرايس ليست بتاعتهم، البرودكت بتاعتهم، البليسمنت بتاعتهم، البروموشن اللي بيشتغلوا عليها، الكلام ده كله، في حاجات كتير جدا تمام. تحليل المنافسين هو ده اللي بنتكلم فيه يا علياء او الاء مش عارف، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه تحليل المنافسين. بس يعني حد كده بقى يرد عليا يقول لي التفاصيل اللي انا محتاج ادرس الكومباكتور ليه، يعني ايه الاوبجكتيف اللي انا محتاجها اطلع بيها لما اعمل لهم ريبورت، دي اول نقطه تمام. وبيزد على ده بيتبني البوينت اللي هشتغل عليها تمام. يعني لو علياء او سما عندكم اوبجكتيف معينه، نبتدي ناخد الكيس دي ونبني عليها البوينت بتاعتنا بشكل مبسط جدا تمام. تمام، تحليل حتى اعمل خطه استراتيجيه تمام. هو ان انا اعمل خطه استراتيجيه دي مش اوبجكتيف او مش جول، هي بروسس تمام. طيب وانا افترض، تعال كده ناخد مثلا مثال يعني هساعدك شويه. احنا دلوقتي انا محتاج اعمل اناليسز للكومباتيتور بتوعي علشان اشوف امكانيه وجودهم في السوق، وانا اقدر مثلا اقدر انافسهم في السوق. طيب اول حاجه تمام، اول حاجه ببتدي اشتغل عليها، المفروض هم الكومباتيتور الماركت شير بتاعهم قد ايه. يعني ايه الماركت شير؟ يعني هم موجودين بيبيعوا لمستوى عملاء قد ايه، بمستوى عملاء قد ايه. يعني طب ده انا اعرفه ازاي؟ من بتوع المبيعات لما بينزل ينزل البضاعه بتاعتي او بيبتدي يشتغل، بيبتدي يكون فاهم المعدل بتاع البيع بالنسبه للمنافس قد ايه تمام. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، البرايس بتاعه كام، هو بيبيع لكام تمام، هو بيبيع لكام، يعني هو بيبيع لكام
من العملاء، ايه العملاء اللي بيبيع لهم، تمام؟ هو بيبيع العملاء ايه بالظبط، تمام؟ ايه البرايس ليست بتاعته، تمام؟ بحدد البرودكت، تمام؟ البرودكت بتاعته ايه بالظبط، تمام؟ ببتدي احدد البرودكتس بتاعته، انا ايه المنتجات اللي عندك او اللي هو بينافس بيها وبتنافس ايه في المنتجات بتاعتي، تمام؟ ببتدي اعمل سوات اناليسز، تمام؟ اعمل سوات اناليسز، تمام؟ علشان اشوف هو التفاصيل عنده ايه بالظبط، هو النقاط القوه ونقاط الضعف بتاعته، تمام؟ طيب موضوع تطبيق ماشي، ممكن انا بحاول اخد التفاصيل بتاعتكم عشان نطبق عليها مثال بالظبط، تمام؟ طيب بس خليني اوضح لكم حاجه، ان في فرق ما بين ان انا بعمل ريبورت، تمام، عن منافسين، او ان انا بحلل اصلا المنافسين، تمام؟ واحده هقول واحده لك كده. حاجة يا محمود، هي في ناس تاني بتتكلم على حاجة لا لا أنا هقول لك، هي مش قصدها، لا هي بص هي سامة صح، اللي هي بتتكلم على الموضوع تطبيق موبايل. أنت مش بتتكلمي على فكرة الريبورتات هنا خالص، أنت هو انا بتتكلمي لسه إن أنا هقول لك. اه أنت بتتكلمي عن طلبات الزباين، ده قبل ما أنت تبدأي خالص، ده ماركت ريسيرش، ده خالص مش ملوش، اللي محمود يقصده. يعني في فرق ما بين الريبورت وفرق ما بين ان انا بعمل ماركت ريسيرش. لو انا بعمل ريبورت فانا اوريدي عندي الداتا وعندي الاناليسز وعندي كل حاجه، انا بس بالظبط بدوكمنتد الموضوع، تمام؟ انما لو انا هعمل افهم المنافسين فده كده، ده كده بقى ماركت ريسيرش، نخش له في جزء تاني خالص، تمام؟ بس انا لو انا هعمل ريبورت فهو الريبورت انا كده كده عندي التفاصيل، لكن انا بشكل عام، بشكل عام ببتدي احط له النقط دي، تمام؟ ان انا اعرف البرايس والبرودكت والماركت شير بتاعه، تمام؟ ده بيزد على اللي انت قلتيه، تمام؟ خلاص. فده ده ال 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 ده لو انا بعمل ريبورت، خلاص انا والله انا المنافس بتاعي مثلا ايه، والمنافس بي والمنافس سي وما الى ذلك، تمام؟ دي ده اللي انا كده المفروض ايه اعمله، تمام؟ خليني كده احاول ايه اظبطه، او احاول بشكل سريع كده اعملها لك او اقول لك المفروض يمشي ازاي، تمام؟ لو احنا بقى بنبني اصلا ريبورت، تمام، هيكون الموضوع عامل زي كده بالظبط، تمام؟ خليني نقول يعني ده اكزامبل سريع جدا، لان انا لو انا بعمل ريبورت انا اوريدي خلاص عندي الانفورميشن بتاعتي وعندي التفاصيل. فهنقول مثلا هنا كده مثلا ده الكومباكتور A، تمام؟ وهنقول مثلا ده B، وهنقول مثلا ده C، تمام؟ خلينا نقول هنا B، تمام؟ فخلينا مثلا نظبط بقى، انا كده بحاول بشكل عام اعمل الريبورت بشكل سريع جدا، تمام؟ خلاص انا بصوا يعني بدأ يظهر ملامح لشكل ريبورت، تمام؟ خلينا نشوف انسيرت كده، تمام؟ وهنقول هنا، تمام؟ وهنقول ستارت، ماشي؟ خلينا نقول هنا اند، تمام؟ هنقول هنا مثلا 1/7، تمام؟ وهنقول هنا مثلا، او خلينا نقول هو ستارت الريبورت عن من فتره من 1 مثلا 3، تمام، لحد فتره 1/7. حلو، يبقى انا كده عندي الريبورت مثلا خلاص كومبيتيتور، تمام، وعندي ستارت من يوم كذا ليوم كذا، او من شهر 3 لحد شهر 7، ودي التفاصيل بتاعت العملاء بتوعي، والله هم المنافسين بتوعي هم بيلعبوا في الاسعار كذا، والبرودكت بتاعتهم كذا، والسوات اناليسيس بتاعتهم كذا، والماركت شير بتاعه كذا، تمام. والمفروض برضو ان انا اتكلم عن حددت الماركت شير والكلام ده كله والبرودكت بتاعتهم، وطبعا اللوكيشن، تمام. وببتدي بقى اعمل انا بقى ايه السجست بتاعي بقى، تمام، ببتدي اعمل السجست بتاعي، والله انا شايف ان دي المنافسين واحنا المفروض نتصرف بالشكل الاتي بشكل سريع جدا، وانا اوريدي الداتا دي عندي وانا فاهم التفاصيل بتاعتي.
تمام. خلاص انا حددت الريبورت والاوبجكتيف بتاعته، وحددت البوينت اللي هتكلم فيها جوه الريبورت بيزد على اللي انا فهمته من المانجر بتاعي او الناس اللي معايا، وببتدي اعمل سجست لي الكلام ده كله. تمام. فالريبورت حاجه والاناليسيس بتاعتي حاجه تانية. يعني انا مثلا لما اجي اطلع مثلا زي ما احنا كنا بنقول، لما اجي اطلع الارقام دي انا مش بستخدم الاكسل علشان اشتغل على الارقام دي، لا، هي في اصلا تولز بروح لها واروح جايب الارقام ومجهزها ومخلصها. دي مرحله. حلو. المرحله بقى الثانيه السكند ستيب، ببتدي اطلع بقى ايه، اخد الارقام دي واحطها هنا. تمام. ففي فرق ما بين ان انا اخلص الشغل نفسه وان انا اعمل عن الشغل ريبورت. تمام. زي بالظبط كده كاني حاضر ميتنج، بعد ما اخلص الميتنج اعمل ريبورت عن الميتنج. فهي ده الفرق ما بين هنا وما بين هنا. تمام. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه والفرق ما بين الكلام ده كله. ايه تاني؟ ده كده موضوع الريبورت او ازاي احضر للريبورت والتفاصيل بتاعته والمهام بتاعته والكلام ده كله. طيب في بقى التولز زي ما احنا قلنا بتاعت الويب سايت والسوشيال ميديا والكلام ده كله، والتفاصيل بتاعت ان انا احط جولز وابتدي اشتغل عليها والكلام ده كله. طيب حد هنا مانجر في مكان وبي بي بيدسكاس دايما مع التيم بتاعه والكلام ده، وبيعمل برين ستورمينج وبيديهم تاسكس والتفاصيل دي، ولا مفيش حد مانجر؟ مانجر بس انا بعمل ده حتى لو انا مش مانجر. يعني انا كنت ماسك الماركتنج في كذا براند، فبتعمل ده حتى لو انت الميديا باير زي ما انت قلت. يعني كلامك كان مهم في الاول، لازم تعمله ايا كان دورك في التيم. فكره الروبوتات دي مهمه قوي، بالظبط، دوكيومنتد حتى علشان تفهم الكي بي اي اصلا. يعني دي مهمه. اقول لك مثلا مثال، يمكن ده اللي انا خلاني رديت عليك في البوست يا محمود لما انت كنت حاطه وقلت لك النقطه دي هتفيد الناس. ان من تجربه حقيقيه، كنا في البراند الاخير ده شغالين وحصلت مشكله، ان كان في ميديا باير قبل مني وحد بيشتغل في الماركتنج تيم، وهما مشوا وبعد كده جيت انا ومعايا تيم جديد. حلو. فلما اشتغلنا اول حاجه انا طلبتها يا جماعه الريبورتات السابقه، النتائج السابقه، التقارير اللي الناس كاتباها، شوف الدنيا كانت ماشيه ازاي. ولا بالظبط، مفيش عندناش ريبورتات. طيب خلاص الادز مثلا عندنا، طيب ريبورتات الادز مدفوعاتنا؟ لا. طيب في سكرين شوتات حتى من الادز مانجر اللي هو اسوأ الاحوال يعني؟ لا. لا. طب الاكونت نفسه، طيب اخش عليه خد ريستريكتد؟ طب اعمل ايه؟ خلاص انت هنا اضطريت بقى، اتعاملت ان انا ببدا من الصفر وكده. لما خلصنا الشهر وطلعنا احنا الريبورتات بتاعتنا في الشهر الاول، قال لك لا اصل النتائج الشهر اللي فات كانت احسن. طب يا جماعه انا طلبت الحاجه عشان انا اشوف التقارير اللي فاتت الناس كانت شغاله ازاي. يعني انا بعرف مثلا ايوه، ما هم كانوا انت كده خليتنا ابتدي من الاول، مش ابتديت من مكان ما هم بالظبط. بتاعهم. الله ينور عليك. فلما بدانا بقى في نقاش طويل لمده اسبوع، لا صح غلط ايه في الاخر. يعني انا كنت عارف ان في حاجه طبعا ما بتبانش دايما العملاء ما بتقولهاش، ان اللي قبل مني كانوا بيصرفوا بادجت الضعف في الادز، فبالتالي النتائج اكبر. كانوا بيشتغلوا مصر كلها، احنا كنا شغالين محافظتين اللي هم القاهره واسكندريه بس، وطبعا انا محصور بعدد اقل من الناس وبادجت اقل، فطبيعي النتائج اقل. فالخلاصه ان عدم وجود الروبوتات بيخليك تايه وبيخلي كل واحد بيقول رايه من دماغه. ايوه، وبعدين بقى ممكن تفتكر حاجه هو ما يفتكرهاش، بالظبط والتالت يقعد مش فاهم، مش فاكر، مش عارف ايه. بص بقى تلاقي ممكن بالظبط بقى الا بقى لو الموضوع ماشي تاسكس بقى، فهتلاقي الدنيا دخلت في بعضها ومش هتبقى عارف تحاسب مين ولا تتكلم مع مين ولا اي حاجه. نقطة تانية أنت قلتها في الأول مهمة جدا، يعني في رأيي تعتبر مهمة جدا جدا، وناس كتيرة في شغلنا ما بتاخدش بالنا منها، هي إن في حاجة كتيرة اسمها السبايك، أو إن مثلا بتحصل فرقعة المرة. بمعنى حد جه اشتغل في مكان فحقق نتيجة، النتيجة دي لو ما اتحققتش تاني هي مش نتيجة، لسبب بسيط هي جت معاه لظروف، باي كانت لك. ظروف السوق، كان حظ، الله ينور عليك، كانت أي حاجة. فما ينفعش تاخد حاجة المرة هي تقييم لحاجة. لكن أنت قلت حتة حلوة في الأول، قلت على الأقل 3 شهور بقيس عليهم. أكيد طبعا، ما ينفعش أخد كده. عارف عندنا كانوا قايسين على قد ايه؟ على 15 يوم. لا، ما ينفعش طبعا، كل ماشي. وقت ليه وقته، سيزون، الله ينور عليك. لوكيشن، برودكت، منافس دخل معايا، في عوامل بالظبط. كتير جدا يعني. بالظبط، ودي حته مهمه، ان انت لما تيجي تشتغل يا جماعه انا مش بس باخد شهر واقول بص هو ده الشهر ده مقياسنا، لا انا عايز 3 4 شهور بحقق فيهم نتائج متشابهه او ليهم متوسط واضح قريب. هو ده بقى المتوسط بتاعنا اللي ثابت، عندنا استقرار حوالين الارقام دي مثلا.
لكن ما تاخدش مثلا شهر او اسبوعين وتقول اهو دي نتائجنا، لا دي نتائج فتره انت مش عارف هي صح ولا لا، او هتستمر معاك ولا يعني لا، انت سواء بتحاسبني بزياده او على نقصان. النتائج في نفس الفتره دي ونفس الظروف دي ونفس الكلاينتس دي ونفس بالظبط، يعني والعوامل نفسها الداخليه. العوامل والمنافسه والكلام ده كله، صح؟ ده مهم كمان ليك انت، ان بعد كده انت لما بتيجي تشتغل بتبقى انت يعني بتروح مكان جديد، ما بيبقى بتقعدش معاك تاني. الريفرنس بتاعتك. الله ينور عليك، انا عارف انا كنت بعمل ايه هناك وكنت بسأل عن ايه، بقى هنا هسأل عن ايه عشان اشتغل. والله مثلا بتصرفوا كام بادجت، عندكم كام بلاتفورم، ايه البلاتفورمز اللي بتجيب كل الترافيك او المبيعات، طب مين اللي مش بيجيب مبيعات عشان ما نحرقش مثلا في بادجت. خلاص انت الامور واضحه، لكن لو انت رايح تايه فانت هتقعد لك شهر اتنين تخبط معاهم. اه دي حقيقة. وهتبتدي بقى تشوف بقى الناس عملت ايه والكلام ده كله بقى، وتبتدي تشوف بقى طب هم حققوا نتائج، طب النتائج بتاعتهم ايه، والا بقى لو مفيش بقى حد يمانج الدنيا، بص يلا ده الشركة ودي المنتجات وعيش اللحظة انت بقى مع نفسك، فانت بتبقى بالظبط، في مأساة. وكتير في مصر براندات كده انت فاهم، ما يعني لا في ريبورتات ولا في داشبورد ولا في اي حاجه. ففعلا فكره ان انت الدوكيومنت اي حاجه، يعني حتى الناس اللي هي معانا وبتكتب كونتنت، الكونتنت بتاعك حطه في قلب دوكيومنت كلها. انا كمان وفي بستغرب على الموظفين ما بتعملش كده والدوكمنت ده لنفسها اصلا، يعني كهيستوري شغل بالظبط الله. انت، يعني انت رميت تعبك في لنفسك في البحر يعني، فدي بتبقى حاجه مش فير يعني، يعني اتس نوت فير بصراحه. مش عارف معايا ولا الصوت انا عندي قطع، لو حد تاني موجود يأكد معايا إن الصوت عندي تمام، أو مش عارف عنده هو كده، مش عارف. معاك وكمل يا مان. اوكي تمام. مش عارف في حد يسأل، الريبورتنج مهم أيضا للأشرفة والإنجاز اللي هحققه. الريبورتنج مهم للأسف والإنجاز واللي أنا محققاه، تمام. اوكي هو فعلا طبعا الريبورتنج مهم ليا انا ذات نفسي، فين نتائجك، فين شغلك، فين يعني يا جماعه احنا بقينا نريكورد عدد الساعات بتاعتنا علشان لما بنقدم في جامعات بره او في حاجات انترناشونال بره مصر القصه مختلفه تماما. احنا انت اشتغلت كام ساعه يعني، انت في المجال كام ساعه يعني دي حاجه يعني، فازاي ما تريبورتش الشغل بتاعك نفسه، فدي حاجة مهمة جدا بصراحة، كان موضوع مهم جدا يعني. ايوه، خصوصا ان احنا عارف مشكله المجال عندنا كمان الكبيره ايه، ان انت ما بتعرفش تلاقي لينا بالذات مثلا لو انت بتشتغل ديجيتال ماركتنج سبيشاليست او حتى سوشيال ميديا سبيشاليست، ما بتلاقيلكش شكل بورتفوليو محدد. يعني لو انت مثلا ديزاينر فانت عندك مثلا بيهانس وحاطط عليه الديزاينات بتاعتك او اي ويب سايت تاني. لو انت ديفلوبر فعندك جيت هاب او مكان ريبوزيتوري حاطط عليه مثلا البروجكت بتاعتك، انما عندنا انت كلها هي ارقام. بالظبط، وحتى وانت وشطارتك ازاي تظهر الارقام دي. بالظبط تمام، في مش حد بيسأل، مش عارف مين يعني، مش باين عندي. حتى كمان التقرير اليومي لو بعمل تاسكس معين اخد معايا اسبوع، المره الجايه اخد معايا 3 ساعات، انا بعرف اني صرت بتقدم بالتاسك هي صح جدا، برضو بتفرق في تقييم يعني الناس اللي بتستخدم التقارير دي نفسها، هل هي اتقدمت ولا لا، هل هو في تقدم التاسك ده عمله في وقت معين في 3 ساعات، طب المره الجايه عملها في ساعتين. فدي حاجه مهمه جدا يعني، دي اصلا بقى المفروض المانجر حتى هو اللي يعملها، بحيث ان هو يشوف الانتاجيه بتاعت الناس اللي معايا، يعني الناس اللي معاك دي بتنتج ولا لا، الناس اللي معاك دي شغاله صح ولا لا، هل في انتاجيه، هل الموظفين اللي معايا دول بيدوا النتائج في اوقات صح ولا لا، فدي برضو حاجه كويسه. وانت كموظف برضو تشوف نفسك ان انت بتتقدم ولا لا وبتعمل ده ولا لا يعني، تمام. فدي برضو حاجه مهمه جدا، وحاجه يعني it's very important بصراحه. اوكي تمام. بصوا دي ده كده بصراحه، او يعني ده كل ما في موضوع التمبلت، في موضوع سوري ريبورت. فلو حد عنده اي سؤال تاني يسال، مفيش مشكله، او يبعت لي في اي وقت بعد حتى ما يشوف الكلام ده على اليوتيوب. هو الكلام ده ان شاء الله يا محمود محمد يا محمد بتسجل على اليوتيوب ان شاء الله بينزل،
وممكن تبعتولي في أي وقت، تمام؟ أو لو احتاجتوا الريبورتس ممكن أبعتها لكم، على حسب أنتم محتاجين ريبورت لإيه بالظبط، سواء أيا كان الشغل اللي أنتم محتاجين عليه ريبورت. وإن شاء الله نتقابل الجمعة الجاية، تمام؟ ولو احتاجتوا أي حاجة أنا معاكم في أي وقت. شكرا يا محمد، صح؟ محمد اللي كان بيتكلم معايا من شوية، صح؟ أنا؟ أه صح، محمد صح؟ لا محمود. محمود، أوكي ماشي. شكرا يا لا محمود. محمود. ومحمود ومحمد عفوا وعلياء أو آلاء مش عارف، ومروة، وكل الناس اللي حضرت النهارده بصراحة، حتى الناس اللي ما اتكلمتش، ودينا، فيعني تمام، يعني كل الناس، علشان ما انساش حد. وإن شاء الله أشوفكم الجمعة الجاية بإذن الله، ويوم الاثنين برضو بنتقابل على كلوب هاوس، لو في حد فيكم يعرفش. حلو، ده بيبقى الساعة كام يوم الاثنين؟ الساعة 9، بص هو يوم الجمعة الساعة 9 على زوم كل جمعة، ده أكيد أنت عارفه، يوم كل يوم اثنين على لا كلوب والله. هاوس، ويوم الأربع بينزل فيديو الساعة 9، أنا مواعيدي كلها 9، يوم الأربع بينزل فيديو على اليوتيوب الساعة 9، وحد وثلاث وخميس بينزل أرتكل جديد، تمام؟ ويوم طب السبت حلو في والله. يوم السبت في كتاب بينزل جديد، أو تمبلت جديدة يتطبق عليها حاجة، يعني فايل أو كتاب جديد، تمام؟ لا حلو خلاص، يبقى يوم الاثنين بقى ان شاء الله نتقابل في كلوب هاوس. خلاص، أوكي تمام. خلاص هستناك ان شاء الله يوم، هستناكم كلكم ان شاء الله يوم الاثنين على كلوب هاوس، وتصبحوا على خير.